السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من صحه وراحه. النهارده ان شاء الله تبقى حلقتنا عن المعكرونات. انواع باستا مختلفه كتيره جدا هنعملها النهارده مع بعض، ان شاء الله يا رب تنال رضاكم وتعجبكم. كلنا عارفين ان الباستا من اخف الحاجات، ويعني نادرا ما نلاقي لها يعني انه حد ما بيحبهاش مثلا، بس اغلبيه الناس بتعشق المعكرونات. النهارده هنعملهم باشكال مختلفه جدا، باطعمه حلوه جدا 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 وهتعجبكم بالزاف. يعني اول باستا عندي السباكيتي، هقول لكم بينك صوص، مش هقول لكم لا ريد ولا وايت، يعني لا احمر ولا ابيض، هو البينك الوسط بالسجق، هتبقى حلوه قوي. كمان هنعمل بالدجاج بتبقى رائعه جدا والاجبان، وهنعمل كمان اقول لكم دلوقتي حالا بالجمبري والفلفل الالوان، وهنعملها بالخضار، يعني حاجات بصراحه رائعه. اول نوع معايا وهو السجق، بحتاج له مكرونه سباكيتي مسلوقه تبقى معاه حلوه جدا، هتمشي ماتشنج معاه، هتبقى حلوه معاه مناسبه للطبق. يبقى مكرونه سباكيتي مسلوقه، لما بنيجي نسلق المكرونه كيلو مكرونه عليه 2 لتر ميه، بنحط شويه ملح شويه فلفل اسود، ما بنحطش زيت خالص واحنا بنسلق، لان لو سلقنا وحطينا زيت في الميه المكرونه بتاعتي لو هعمل لها صوص مش هعرف اخد الصوص فيها، يعني مش هعرف اشربها الصوص فيبقى فيها الطعم، فناخد بالنا من الحته دي. عندي ثوم مفروم، بصل مفروم، بقدونس او كزبره مفرومين، الاثنين ينفعوا، انا واخده بقدونس. عندي كمان شويه حليب، ممكن نستبدله بالكريمه، ممكن نستبدله بلبن رايب، ممكن نستبدله بالزبادي. وعندي طماطم مبشورة فريش مش صلصة، ممكن نستخدم صلصة طبعا بس يفضل فريش بصراحة. ورق ريحان وبارميجان، جبنا بارميجان عشان نزين بيهم، ممكن نستبدل البارميجان نسبة الملوحة اللي فيها عشان تبقى عالية بالجبنة الرومي، تبقى برضو حلوة جدا، بس البارميجان بتديها طعم بصراحة يعني خرافي. هحط هنا شوية زيت بسيط خالص، ما يعادل يعني ربع فنجان كده، حاجة بسيطة، وهنزل فيها بالبصل اهو. هحضر الصوص بتاعي، يبقى معايا حلو جدا وجميل ويجنن صراحة، يعني لازم تجربوه بالشكل ده. هنزل بالبصل، هبتدي اقلب فيه، مش هستناه يتحمر معايا، انا مش عايزاه النهاردة احمره، لاني انا مش يعني عايزه البصل يدوب كده مع السجق، طبعا ملح وفلفل ده اساسي. طيب يا زوزو انت مش ملاحظه انك مش حاطه نكهات او توابل للسجق؟ لا انا قصدي كده، لان السجق غني بالتوابل بتاعته، في كميه توابل رهيبه جدا. انا النهارده عايزه استطعم السجق، مش عايزه استطعم التوابل اللي انا عاملاها. ممكن لو هاخد لحم مفروم او السجق مثلا معمول عندي في البيت ومش معمول بطريقه مظبوطه بالتوابل بتاعته، هقول لك هنحسن بالتوابل، بس احنا النهارده عاملين السجق بتاعنا في كل التتبيله بتاعته، يعني كل ما تتخيلوه توابله الحلوه. هاخد هنا كمان التوم بتاعي، بصوا البصل بقى شكله ايه، ابتدى يدبل معايا بسيط خالص، هنزل بالتومه بتاعتي اهو. جنى سلام عليكم. السلام عليكم. ازيك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جنى؟ عامله ايه يا شيف؟ انا الحمد لله يا روح قلب الشيف، اخبارك ايه؟ عامله ايه يا شيف؟ انا بحبك قوي يا شيف. وانا بحبك قوي قوي قوي. قولي لي يا حبيبي عايزه انا اعمل لك ايه؟ انا طالبه طريقه المكرونه البشاميل. عينيا الاثنين من عيوني، ننزلك احلى مكرونه بشاميل. طيب حطيت البصل، حطيت ابتدى يدبل معايا شويه، حطيت عليه الثوم. ينفع استعمل زيت زيتون؟ ينفع نستعمل زيت زيتون براحتنا خالص. هبتدي اول ما اشم ريحه الثوم ابتدت تطلع معايا، هقوم حاطه كده اهو. شايفين حاطين السجق بتاعنا ومقلبينه بالراحه خالص بالطريقه دي. طبعا السجق ما بحطوش سليم، لا انا باخده كده وبفرمه افرمه افرمه، حلو جدا، يعني لازم يتفرق معايا حلو قوي، ما بياخدش وقت في السوى نهائيا، بس هو بيستوي هحط الملح بتاعي، ومنساش ان فيه التتبيله الكافيه، هحط الملح واحط الفلفل الاسود وما كترش كتير، انا بديله النكهه بس لا اقل ولا اكتر.
اقلبه واخليه يستوي على اقل من مهله. هياخد معايا قد ايه؟ ياخد معايا حوالي 11 ل 12 دقيقه يبقى معايا تمام. اهم حاجه ما كبسوش كده كله فوق بعضه في حته واحده، لا اوزعه على الطاسه بتاعتي بالطريقه دي او على الوك بتاعتي بالشكل ده. شاهد سلام عليكم. اهلا. عليكم. ازيك شاهد، اخبارك؟ بحبك قوي. وانا بحبك قوي قوي قوي. قولي لي عايزاني اعمل لك ايه يا روحي؟ ايه؟ عايزاني اعمل لك ايه يا قلبي؟ عايزه تعملي بيتزا. عينيا الاثنين، ده انا هعمل لك احلى بيتزا. هنا بقى في المرحلة دي باخد نص الكمية بتاعت البقدونس، مش كلها، بسيب نص عندي في الآخر بضيفه عشان أستفيد برضو بالنكهة القوية جدا اللي بتبقى فيه. خلينا ناخد نفس السباتولا وأقلب كمان تقليبة. الميزة بقى هنا أو لناس كتيرة جدا ما بتعرفهاش، إن السجق لما بيستوي لونه ما بيغمقش معانا، يعني ما بيغمقش زي اللحمة المفرومة فلونه بيتغير، لا بالعكس لونه بيبقى بالشكل ده، بيبتدي خلاص لانه حاجه بسيطه خالص وتلاقوه استوى معانا وبقى حلو. انا هسيبه ياخد وقته واوزعه بالطريقه دي. الريحه حلوه جدا، استمتعوا بطعم وتتبيله السجق طبعا لو انتوا عاملينها مظبوطه ولو عاملينها صح، وهتبقى معاكم حلوه. نيجي نسيب بقى الباستا دي وهنرجع لها تاني، احنا هنشتغل في كذا حاجه مع بعض فركزوا معايا خلاص. طيب سيبنا الباستا بتاعتنا او المكرونه السباكيتي بالسجق، هنسيبها حطينا البصل فيها تبل تشوح شويه ابتدى يدبل، حطيت معاه الثوم، اول ما ابتدت الريحه بتاعت الثوم تطلع حطيت سجق عليه ملح وفلفل اسود وقلبتهم شويه دقيقتين، وحطيت عليهم نص كميه البقدونس اللي عندي قلبته وهسيبه يستوي. وسايبه الطماطم، الحليب اللي ممكن استبدله بكريمه او بزبادي او بلبن رايب، سبت كمان نص كميه البقدونس والريحان والبارميجان دول للتزيين، ومكرونتي سلقاها اساسا ومجهزاها، فالموضوع عندي حلو جدا وجاهز، يعني جاهز عشان نشتغل فيه. طيب هبتدي الشغل دلوقتي في الباستا بتاعتي التشيكن اللي هندخلها الفرن، واللي ممكن برضو ما ندخلهاش الفرن اساسا. هنحتاج فيها ايه؟ مكرونه قلم تبقى بالمسلوقه وحلوه، والمكرونه كلها احنا قلنا مكرونه ما بتعديش 20 دقيقه في السلق، ما بنحطش المكرونه غير لما تكون الميه بتبكبك كده فقاعات بتغلي معايا، عشان اوصل لمرحله الغليان دي لازم اقفل الحله بتاعتي. الكيلو المكرونه لازم نحط الكيلو المكرونه في 2 لتر ميه، ما تحطوش ماده دهنيه وانتوا بتسلقوا المكرونه لو عايزين تعملوا لها صوص، ما عدا لو انتوا عايزين تاكلوها كده مسلوقه وخلاص. لو احنا عايزين نحط صوص ما نحطش ماده دهنيه، الماده الدهنيه بعد بقى، بعد هو اللي بيجي مرحلة المادة الدهنية مع الصوص اللي احنا بنعمله. بنحتاج فيها كمان عندنا صدور فراخ تكون متقطعة صوابع، عندي ثوم مفروم، عندنا ملح فلفل اسود، توابل فراخ، لتر كريمة، يعني بحتاج شوية كريمة زيادة، ممكن انصصها كده شوية حليب وشوية كريمة وشوية مية، يعني اعمل كده، المهم يبقى عندي الطعم بتاع الكريمة. يعني انت ممكن تعملي نص كريمة ونص حليب، ربع كريمة ونص وربع ميه ونص حليب، يعني براحتك خالص، ممكن نعمل نص ميه ونص كريمه، هتبقى حلوه جدا برضو وهتديكم نفس الطعم بس هتاخد وقت اطول عشان تتقل معاكم. عندي جبنه تشيدر وجبنه موتزاريلا وبس كده، لا اقل ولا اكتر، يعني مش محتاجين اكتر من كده. هاخد هنا الثوم بتاعي وهنزل بيه على الفراخ بتاعتي او صدور الدجاج المتقطعه، وهاخد كمان هنا عندي اهو خدت الفراخ حطيت عليها الثوم حطيت عليها التوابل، هنزود عليها الملح والفلفل دلوقتي حالا وهنشوف هنعمل ايه. هاخد هنا في الطاسه بتاعتي شويه زيت برضو ما يعادل ربع فنجان من ايه؟ من الزيت النباتي بس لا اقل ولا اكتر، وهنزل بيها على طول هنا تتشوح، والفراخ برضو ما بتاخدش معايا وقت، بتاخد معايا حوالي 10 دقايق لا اقل ولا اكتر. احط الملح والفلفل الاسود المناسب ليا وخلاص، هقلبها تقليبه وهسيبها تاخد راحتها تتشوح معايا وخلاص. بعد ما لونها كله يغير وتبقى بيضه كلها هعرف ان الفراخ بتاعتي استوت، هبتدي ساعتها انزل بالكريمه بتاعتنا هنا اهو. خلينا ننظف دي اهو. دلوقتي
نسيب برضو الفراخ بتاعتنا تستوي ونرجع لايه؟ للمكرونة الاسباكيتي بالسجق بتاعنا. عملتها بالشكل ده، هوريها لكم اهي، استوت حلوة جدا وبقت معايا رائعة جدا والروايح تحفة. جنة سلام عليكم. وعليكم. ازيك؟ وعليكم السلام. ازيك جنة، عاملة ايه؟ الحمد لله. يا رب يا رب دايما. انا الحمد لله يا حبيبي. قولي لي عايزه نعمل لك ايه؟ وانا بحبكم قوي قوي قوي. شوربه سيفود. عينيا الاثنين. شبيك لبيك، احلى شوربه سيفود. بنزل بعصير الطماطم بتاعي واستنى. استنى قد ايه؟ استنى تقريبا 10 دقايق عليها لحد ما ايه، احس انها ابتدت تتسبك معايا واسيبها تبتدي تتقل معايا. ممكن تعملوا صلصه طماطم تدوبوها في شويه ميه ونعملها براحتنا خالص. هنرجع نقول المكرونه بالبشاميل موجوده على الشاشه. ممكن تشيلي السجق وتحطي اي نوع حضرتك عايزاه براحتك على الاخر، يعني دي حاجه بتاعتنا. هنا الفراخ بتاعتي ابتدت برضو تستوي معايا. ممكن تحطي بدل السجق في طاجن المكرونه اللي على الشاشه بشاميل اللي طلبته البنوته، ممكن نحط فراخ، ممكن نحط لحمه مفرومه، ممكن نحط لحمه البوفتيك اللي هي بنعمل بيها السكالوب بانيه. تقطعيها مربعات او تقطعيها شرايط وتشوحيها في شويه زيت مع ملح وفلفل اسود وتحطيها، تبقى معاكي طعمها حلو جدا، خصوصا لو شوحتي معاها كمان كام بصلايه كده متقطعين شرايح وتشوحيهم على نفس الطعم وتحطيهم مع بعض كحشوه في النص، تبقى حلوه قوي 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 الطعم ده. طماطمي ابتدت تغلي. اوكي اهو. روان اهلا وسهلا. روان كلمينا تاني يا روان. هنا عندي الفراخ بتاعتي تعتبر خلاص، يعني فاضل لها حاجة بسيطة وتبقى معايا تمام، بس طبعا انا مش هعمل فيها اي حاجة غير لازم انها تاخد معايا التشويحة المناسبة. لازم الكريمة مش هتسويها لي قد ما هي هشرب فيها الطعم لا اقل ولا اكتر. لو حطيتها دلوقتي هبوظ الدنيا وهفضل استنى الكريمة مدة طويلة، وانا مش عايزة ده خالص. انا عايزة احط الفراخ بتاعتي تبقى معايا تمام جدا وحلوة وخلاص، يعني هبقى مرضية كده جدا. بس لو جيت وحطيت بعد ما تنشف هشربها على طول، لو جيت حطيتها وهي نية معايا هستنى الكريمة هتاخد وقت طويل جدا والفراخ هتقعد تنزل في المية بتاعتها وهتبقى ليلة كبيرة جدا وهأخر في الوقت، وملوش لازمة اننا نأخر الوقت نهائيا. الطماطم بتاعتي بتتسبك وحلوة جدا، هبتدي انزل بالحليب عليها. عايزه اقول لكم حاجه، الطعم بيبقى رهيب بتاعها، يعني طعم حلو جدا، طعم جبار بمعنى جبار، المعنى الحقيقي لكلمه جبار اللي انا بقولها لكم، بيبقى حلو قوي. هخليها على مهلها بقى تغلي 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 واحس انها ابتدت مايله للنشفان، مش نشف لا، مايله للنشفان، تبقى معايا حاجه حلوه قوي. الدجاج بتاعتي استوى اهو. نعمل ايه بقى في المرحله دي؟ باجي هنا احط ده واحط الكوباية بتاعتي، احط الكريمة بتاعتي على الفراخ وهحط عليها البقدونس المرة دي كله وهقلبهم تقليبة وهسيبهم يعيشوا مع بعض 10 دقايق بس لا اقل ولا اكتر. انا كده تعتبر حشواتي جاهزة، يعني مش عايزين غير انهم يغلوا معايا، وهوريكم الخطوات البسيطة الصغيرة اللي احنا هنعملها في الاخر. كل اللي هنعمله دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع لكم على طول، مش هنتأخر عليكم عشان نشوف اطباقنا هنقدمها ازاي او هنعملها ازاي. خليكم معانا. رجعت لكم من الفاصل. طبعا عملنا الصوصات، عملنا الفراخ بتاعتنا بالكريمة حلوة جدا ورائعة جدا اللي هندخلها الفرن بالشكل ده. كل حاجة عملناها قصادكم وشفتوها معمولة ازاي، وكمان اللحمة المفرومة. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد نبتدي بيه، نبتدي بدي السجق بتاعنا، السباكيتي بالسجق رائعة جدا. بصوا اتشوحت بقت حلوة قوي. هنزل بالمعكرونة بتاعتي، لازم اشوحها تشويحة حلوة تبقى معايا حلوة جدا.
ابتدي اقلب فيها اهو، بس استني وانا بقلب فيها هزود الكوب او نص كوبايه بتاعت البقدونس اللي انا عاملاها في الاخر، وابتدي اقلبها بالراحه، اشربها واخليها كانها تتشمع معايا نص دقيقه، وهشيلها هقدمها احط عليها البارميجان بتاعتي، واحط عليها كمان ايه، هنحط عليها كمان الجبنه والريحان اللي بيديني طعم حلو جدا، اللي ممكن اساسا الريحان نفرمه وندخله في الباستا دي بتبقى حلوه قوي، بس انا حبيت احطه فوق لان ناس كتيره جدا بتقول لك الريحان مش بيستصيغه طعمه. بس عايزه اقول لكم حاجه، نصيحه، الريحان من احلى الحاجات اللي بتدي طعم للبيتزا للمكرونه، يعني حاجه بصراحه من الحاجات الرائعه جدا. السلطات كمان بيبقى حلو قوي في الاطباق الرئيسيه، كم عامه بيبقى حلو قوي الريحان وبيدينا طعم. هخليها تتشوح تشويحه بالشكل ده، وننتقل للمكرونه الثانيه او نوع الباستا الثاني اللي هو بالفراخ. عندي هنا مكرونه قلم مش هعمل فيها اي حاجه دلوقتي، هاخد الجبنه الشيدر والجبنه الموتزاريلا وانزل بيهم. بصوا هنا الكريمه بتاعتي هي خفيفه معايا، انا مش هطلها اي حاجه، هنزل بالجبن بتاعتي اهو كده بس كده، وهصبر عليها دقيقه تكون الجبنه وصلتها الحراره، وهبتدي اقلب فيها تقليبه لانها هتسيح معايا وهتبقى حلوه جدا. عايزين نشوف اللايف؟ نتمنى جوجو وجدي بتقول نتمنى انك تقري الكومنت، وسؤالي ازاي يطلع الشيبسي مقرمش. الشيبس عامه عشان يطلع مقرمش معانا كل اللي هتعمليه حاجه واحده، او تقطعيه رفيع جدا. القطاعه بتتباع جاهزه عند الناس اللي بيبيعوا مستلزمات المطبخ في اي مكان رحتيها، في اي مول رحتيها هتلاقيه، في اي مكان كبير بيبيع حاجات المطبخ هتلاقي القطاعات بتاعت الشيبس. هنقطع البطاطس بتاعتنا براحتنا خالص، تكون رفيعه جدا، نعملها على رقم واحد لان هي فيها ارقام 1 و2 و3 لغايه 6، نعملها في رقم واحد، نقطعها نغسلها مره واثنين وثلاثه، ننزل منها كل الحاجات النشا اللي بتبقى فيها، الميه البيضة دي تنزل خالص لحد ما تبقى ميه شفافه. بعد ما تبقى معايا الميه شفافه هتعملي ايه؟ تحطي عليها ميه مغليه من الكتل، من غير ما تغليها، حطي معاها ميه مغليه من الكتل، انا بسهلها عليكي اهو. حطي معاها شويه خل، يعني على اللتر ميه حطي معلقتين خل كبار، وحطي معاهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، خليهم 5 دقائق، اطلعي بيهم كده من غير ما تشطفيها، صفيها كده واطلعي بيها على ميه يكون فيها مكعبات ثلج. اول ما تحطيها في ميه مكعبات ثلج 5 دقائق برضو شيليها، حطيها على فوطه او مناديل مطبخ لحد ما تنشف تماما البطاطس، نستناها 10 دقائق ربع ساعه، مش هتاخد وقت معانا يعني تتصفى حلوه قوي. ناخدها على زيت حامي جدا وننزلها، تطلع معاكي حاجه يعني الصراحه حلوه جدا. عندنا كمان هنا منيار بقي لما قولي لي فين كتخيطي القفاطن. القفطان المغربي كنجيبه من المغرب، طبعا انتم عارفين اليد المغربيه هي اللي كتجيب القفطان، فعشان كده بروح للمغرب واجيب. دلوقتي بقالي فتره ما رحتش جبت القفطان المغربي، بس ان شاء الله قريب اول ما يفتح سفر اكيد ليا زياره للمغرب مخصوص عشان القفطان المغربي الجميل. للاسف ما كنلقاوهش في مدن كثيره او في بلدان كثيره، كنلقاو حاجه تقليد مش الاصل. الاصل دايما كيكون في بلادي الحبيب المغرب، فالقفطان المغربي هو من المغرب. مين قلنا؟ روان، سلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ بحب حضرتك جدا. وانا بحبكم قوي قوي قوي، انا بتابع كل حلقات حضرتك. الحمد لله يا رب. هو ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ ايه؟ ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا عيوني تأمري. هو ممكن طريقة البلح الشام والدونات؟ عينيا الاثنين، ننزل لك البلح الشام والدونات. سيحنا الجبنه بتاعتنا وبقت معانا حلوه جدا، وهنزل بالمكرونه بتاعتي اهو اهو بالشكل ده، شايفين المنظر ده اهو كده 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 اهي. هقلبها واخليها بقى تغلي معاها غلوه كمان، واخر
حاجة بدخلها للفرن تاخد لها تشميعة بس من فوق كده وتبقى حلوة. والباستا التانية بتاعتي كمان اهي تقليبة وبقت معايا جاهزة عشان نقدمها. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هنا عندي المعكرونة بتاعتي او السباكيتي بالسجق، بتبقى حلوة جدا. ممكن تعملوا لحمة مفرومة بس السجق بصراحة بيبقى الموضوع فيها احلى بكتير واجمل بكتير قوي. اهو خلينا نعرضها. مدام يسرى حبيبة القلب والروح. يا روحي اهلا. إزاي؟ اهلا، ازاي حضرتك؟ امبارح ما يتحسبش من عمري والله يا ده انا اللي ما يتحسبش من عمري. ازيك يا حبيبتي؟ بس حاسك في الدنيا يا مدام يسر، دايما بتسالي عني حتى لو في السوشيال ميديا، فده بالدنيا طبعاً كلها صراحه. طبعا انت تستاهلي كل خير يعني. يا رب يخليكي ليا يا رب. ايه رايك في حلقه النهارده يا مدام يسر؟ حلقه النهارده البولونيز اتدلع والوايت صوص اتدلع ويا بختهم يعني يا بخت اي اكله تقع تحت ايدك يا حبيبتي. يا رب يخليكي ليا يا رب. تسلم ايدك يا روحي، كل اكلاتك حلوه وجميله وجميله زي يا روحي. وانا كمان عايزه اقول لك ان نص المغرب بيسلم عليكي طبعا وبيقولوا لك انهم بيحبوكي جدا. حبايبي حبايبي على راسي والله. يا ربنا يخليك يا رب ويسعدك ويديمك نعمه في حياتنا يا رب. يا رب يخليكي ليا، يديمكم نعمه انتوا في حياتي، انتوا احلى حاجه في الدنيا والله. عندي هنا نوسع كده، ايوه كده، لسه هنظبطها طبعا مش هتبقى كده اهو. ناس كتيره جدا بتسالني يا زوزو انت ليه بتطلعي بالقفطان المغربي في البرنامج؟ القفطان المغربي ده للمناسبات الكبيره، المناسبات الفخمه. بصوا بقى، عايزه اقول لكم حاجه، من احلى الحاجات في الدنيا اللي بعتبرها في حياتي انا النهارده، لما يعني عشان أنا واقفة هنا، فأنا بعتبر نفسي بصراحة إني بوصل صورة على المغرب أو على بلدي، ودي حاجة تشرفني جدا. فعشان كده إذا كان في مطبخ، إذا كان في ديكورات، في أطباق زي ما أنتم شايفينها، الصناعة المغربية، في الزي المغربي، فببقى فخورة جدا إني بلبس القفطان المغربي. مش بقلل من قيمته في المطبخ، بالعكس القفطان المغربي قيمته عالية وكبيرة جدا. بعتذر لإنكم مش فاهمين ايه الفكره، بس هي الفكره النهارده انا زينب مغربيه الاصل وبفتخر جدا اني مغربيه الاصل، فلازم ابقى بشكلي الطبيعي. ده شكلي، ده شكل كل امراه مغربيه، هو ده. وبعدين انا بعشق المطبخ، فما بلاقيهاش حاجه تكسف اني ادخل المطبخ وانا لابسه ومتزينه ومتشيكه. لا بالعكس، انا مش رايحه حفله، انا رايحه لاحلى من الحفله، رايحه حاجه انا بعشقها وبموت فيها وبحبها، غير اني أنا النهارده واجهه لبلدي الحبيب المغرب. يلا بينا بقى نكمل. اتمنى اني اكون افدتكم وشرحت لكم الحياه بتبقى ازاي. هنا ازين بشويه بارميجان. كنزي سلام عليكم. كنزي الو. اهلا وسهلا. الو الو، ازيك؟ انا اليا طنط، عامله ايه؟ ازيك يا روح قلب طنط، اخبارك ايه؟ الو الو، الحمد لله يا رب دايما يا حبيبي. قولي لي عايزاني اعمل لك ايه يا كنزي؟ انا مش عايزه اسالك تعملي حاجه، انا بس كنت بسال عليكي يا حبيبتي. سالت عليكي برضه لما بتعملي الاكلات، مامتي برضه بتعملها وبتبقى طعمها حلو. الحمد لله يا رب، ده بالدنيا كلها اسمع كلمه حلوه من كنزي كده. عايزيني ابقى عامله ازاي؟ اكيد هبقى مبسوطه وفرحانه وطايره كمان. هعمل حاجه، اخد واحده صغنطوطه عقبال ما المكرونه بتاعتنا تبقى جاهزه. كده وكده وكده. بسيط كده، رحنايا بس كده اهو، حلو قوي كده. خليني ايوه بس كده، شايفين بيبقى الشكل حلو قوي وجميل جدا وتحفه صراحه. هنقدمه في طبقنا. لازم مفروض صراحة انكم تيجوا تدوقوا معايا الحاجات الحلوة دي. انا في كلام كتير جدا عايزة اقراه وهنقراه مع بعض النهاردة ان شاء الله بإذن الله. بقالي كتير ما دخلتش على السوشيال ميديا صراحة، فبشوف حاجات حلوة كتيرة قوي. وبعدين امبارح فيديو امبارح قريت كل الكومنتات اللي انتوا بعتوها، بشكركم طبعا. هقلب هنا
هلاقي المكرونه ابتدت تمسك معايا شويه، هسلكها بالراحه وانا على النار، يعني مش هسيب النار خالص اهو عشان فيها جبنه فده طبيعي. هعمل يا قوه الله كده اهو. طبعا المره دي مش هينفع انزل بيها مره واحده، لا هينفع نعمل لها كده. منا اهلا وسهلا. الو السلام عليكم، ازيك؟ انا بحبك جدا. وانا بحبكم جدا جدا جدا. قولي لي يا روحي عايزاني اعمل لك ايه؟ احكي لي. انا كنت عاوزه طريقه عمل البيتزا. عينيا الاثنين، احلى بيتزا نعملها لك وننزلها لك من عيوني اهو. شايفين؟ بصوا المكرونه دي اساسا ممكن تاكلوها كده، يعني ممكن تاخدوها بالشكل ده. هبتدي دلوقتي انزل بالصوص، طبعا اللي ما اقدرش اضيعه اساسا لانه فعلا حلو، ولا تحطوا دقيق ولا تحطوا نشا عشان تتقلوها دي بالذات، او المكرونه دي بالذات ما تحطوش اي حاجه عشان نتقلها. يلا يلا يلا، ايوه كده خالص. هستغل شويه من البارميجان اللي عندي هنا اللي فضلت عندي، وهنزل بيها صراحه من فوق، اديها وش تحميره بس كده، وناخد كله 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 كله. نعمل ايه؟ ندخلها الفرن تبقى معانا حلوه جدا وجميله جدا، ويعني هتبقى صراحه عشق المكرونه دي لو جربتوها بمعنى الكلمه. تاخد لها حوالي 10 دقايق لان كل حاجه فيها مستويه، جاست انها او مجرد انها تاخد التحميره اللي من فوق فقط لا اقل ولا اكتر. عندنا وقت قد ايه كده تقريبا؟ حلو قوي، نقول بس هنعمل ايه هنا ويبقى حلو قوي. هننزل المقادير بتاعه المكرونه اللي بالجمبري، الفيتوتشيني بالجمبري رائعه جدا. هحتاج فيها مكرونه فيتوتشيني طبعا مسلوقه، فيتوتشيني اللي هي بتبقى الشرايط، في منها العريض وفي منها الرفنطوع براحتنا خالص. فلفل الوان، الوان اصفر اخضر احمر، فيتامين سي عالي جدا. عندي كرات، عندي جنزبيل فريش مبشور، عندي كمان شبت، عندي بصل اخضر مفروم، عندنا طماطم شاري، عندي شويه جمبري من غير قشر متنضف حلو جدا، بينقع في خل وملح او ليمون وملح. 5 دقايق بس عشان الطعم بتاع الزفارة الناس اللي ما بتحبوش يتشال، عارفين لو من البحر اشووه على طول او كلوه على طول. كمان عندي جمبري بالقشر متشوح مع شوية زبدة وتوم وملح وفلفل اسود لا اقل ولا اكتر. هاخد الجمبري ده مع شوية زيت زيتون، ممكن تستعملوا زيت زيتون زبدة زيت براحتكم على الاخر اهو. هنزل كده بالجمبري، جمبري ما بياخدش معانا كتير خالص، بياخد معانا حاجه بسيطه. نزلت بزيت زيتون وجمبري وشويه جنزبيل فريش، ولو عايزين تعملوا توم كمان يبقى معاكم حلو جدا. وناخد البصل الاخضر معاه الكرات، صراحه بيبقى حلو قوي وجميل قوي. وناخد الفلفل الالوان الثلاثه، الاصفر الاخضر الاحمر، نسيبهم 5 دقايق من غير ما نحط اي حاجه ما عدا الفلفل والملح الاسود والملح، الفلفل الاسود والملح فقط لا اقل ولا اكتر. واروح فاصل وارجع لكم على طول، خليكم معانا. رجعنا لكم من الفاصل. عايزاكم قبل اي حاجه تعالوا شوفوا معايا، طبعا انا عماله اشيل في القفطان المغربي لان هي دي الاصول اننا نشيل القفطان المغربي ونتمشى، ولما نقف نقوم منزلينه. تعالوا بصوا معايا على الفرن والحاجات الحلوه اللي في الفرن والحاجات الجميله، ونحاول يعني ها بصراحه هي مش عايزه تتحمر اكتر من كده، هي عايزه تخرج بالشكل ده. ادعوا لي بقى اشيلها حلو مع القفطان. يا بسم الله توكلنا على الله. تعالوا 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 تعالوا، ايوه كده، يلا ربنا كبير. بصراحة أنا المفروض ما أخافش، أنا ماما الصبح بتقول لي الله يرضى عليكي وبالليل تقول لي الله يرضى عليكي، المفروض أخاف؟ لا طبعا، بتبقى بالشكل ده وتبقى حلوة جدا وجميلة جدا. تعالوا افكركم عملنا ايه في المكرونه بتاعه الجمبري. طبعا دي مغريه بكل الحالات وبكل الاشكال وفوق ما تتخيلوا، لو عندكم المكونات جربوها دلوقتي حالا.
وجدان تحياتي ليك حبيبتي. ونسرين كمان بتسألني على السجق هو ايه. السجق هو السوسيس البلدي اللي عندنا في المغرب اللي كيديروه الجزارة. يعني السوسيس اللي عندنا احنا السجق بنسميه سوسيس عادي جدا سوسج. بنعمله اوريدي بيتعمل عند الجزار نفس فكرة مصر هنا، بيتعمل السوسيس العادي ماشي الهوت دوغ بس كده. يعني سجق هو ده. عندنا مين؟ ام محمد، احلى شيف انا بحبك جدا. انا ولاء من الشرقيه، تحياتي ليكي ولاء. طريقه لحمه بالقراصية لو سمحتي. طبعا طاجين لحم بالبرقوق المغربي الاصل، اكيد 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 هنزله لك دلوقتي. عندنا هنا الباستا بتاعتنا اللي بالجمبري، عملنا فيها ايه؟ حطيت زيت زيتون، حطيت عليه الجمبري، حطيت الثوم المفروم وجنزبيل مبشور، حطينا معاه الطماطم الشاري، الفلفل الوان اخضر واحمر واصفر، حطيت البصل الاخضر المفروم والكرات المفروم، ملح وفلفل اسود لا اقل ولا اكتر. بس كده بقى جاهز معايا، وبقى معايا حلو جدا. فاضل لي بتاع حاجه واحده، الشبت بتاعي اهو بنزل فيه في الاخر، وطاجن اللحم بالبرقوق على الشاشه اهو. كمان مدام يسر سالت عنه فاهو على الشاشه اهو. نقلب بقى الفيتوتشيني. المكرونه دي صحيه جدا وحلوه جدا وخفيفه جدا، مطبوخه بزيت زيتون ما فيهاش اي حاجه. ما ناكلش منها كتير، ما نخلصش الطبق. الفكره لو عايزين تخسوا يا جماعه مش تقعدوا تحبسوا الاكل خالص، لا كلي بيتزا، كلي برجر، كلي مكرونه، كلي كل الحاجات دي، بس كمياتك قليله جدا. ومش ناكلها كلها في يوم واحد، لا ده يعني ناكله ونقيسه يعني بالعقل اهو. هقلب هنا، هقلب هقلب هقلب. عندي كمان باستا تانية صحية قوي وخصوصا مفيدة للأطفال لكبار السن. ليه بقى مفيدة؟ لتعدد الفيتامينز اللي فيها والخضروات بصراحة اللي فيها والحديد يعني بصوا حاجة بصراحة من الحاجات الرائعة اهو. مدام روحية سلام عليكم. يا زوزو ازيك يا روح قلب زوزو؟ وحشاني. انت اللي وحشاني يا زوزو. والله وحشاني جدا. ربنا يخليك يا بنت. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. الجمال اللي بتعمليه ده يا زوزو يا رب يخليكي. تسلمي لي. عايزه اقول لك يعني مكرونه ينفع صيامي دي جدا. يا زوزو جدا. هي دي ودي الاثنين ينفعوا صيامي اخر صيامي. يعني الجمبري واللي بالخضار الاثنين ينفعوا صيامي وتعاملهم تحفه. يعني حاجه من الحاجات الروعه. اموري لو زاد عندي مكرونه. انا كنت سالقه، كنت عامله مقصده عامله مكرونه بشاميل لصيامي. تمام. فزاد مكرونه دي احتفظ بيها ازاي؟ طيب هقول لك دلوقتي حالا. المكرونه عشان نخبيها لو هي فاضله عندي طبعا ما ينفعش تضاف عليها ميه نهائيا. دايما عايزه اقول بس نقطه قبل ما اقول لحضرتك هنحتفظ بيها ازاي. من الاساسيات بتاع المكرونه لما تسلقوها ال 20 دقيقه بتخلي فيها التكايه، عارفين التكه الاخيره بتاعه الباستا اللي بندقها في المطاعم الكبيره، هي دي اللي بتفضل. وده من الضروريات، ونشيلها من الميه على طول على ميه بارده عشان ما تعجنش معايا. لو ما عملناش كده هيبقى اننا نحتفظ بيها هيبقى صعب شويه لانها ممكن تلزق معايا. بس ليها حل تاني. هتاخدي شويه ماده دهنيه ايا كان عندك، يفضل انها تكون زيت طبعا ان هو الاخف. نعمل بيها ايه؟ كل اللي حضرتك هتعمليه انك هتدهنيها، هتحطيها في علبه وتحتفظي بيها. في الفريزر ما تنفعش لانها اتسلقت فمش هتبقى حلوه قوي، ما عدا لو هي في صوص مثلا زي البشاميل او وادخلها صينيه. ممكن انزل لك كمان صينيه البشاميل، تخزين صينيه البشاميل ممكن حضرتك تعمليها وتخزنيها عندك وتسيبيها لغايه ما تبقي عايزاها وطلعيها على طول تشتغلي بيها، تبقى معاكي برده حلوه جدا. اهو جويرية سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا جويرية؟ الحمد لله. عاملة ايه يا حبيبي؟ كويسة؟ نعم كويسة يا روحي؟ الحمد لله. يا رب دايما يا رب دايما يا حبيبة قلبي. عايزة اخد شوية من هنا. قوليلي عايزاني اعملك ايه؟ ممكن تشيز كيك. عينيا الاثنين، احلى تشيز كيك ننزلها لك. باخد شويه بس من الفلفل الالوان نعمله من هنا، انزل لك احلى تشيز كيك في الدنيا كلها، تبقى معاكي حلوه جدا. ونعمل ايه؟ نزين طبقنا اهو، انضف الجناب.
بصوا الحلقة دي المكرونات اللي احنا عملناهم فيها او انواع الباستا اللي احنا عملناها لا تقاوم، صراحة لا تقاوم. بالمعنى ده هاخد هنا، شفتوا عشان كده قلت انا اربعة حلوين جدا وكده اهو، بس كده وهعمل دي كده اهو لا اقل ولا اكتر. جمبري متشوح في شوية من الزبدة وشوية من ايه، ودي كمان هنا بس كده، طبقي جاهز، شوية زبدة وشوية ثوم وشوية ملح وفلفل اسود لا اقل ولا اكتر. عايزة اوسع لها الطريق، ايوه كده، هي دي لازم يتوسع لها الطريق بصراحة لانها مغرية قوي. باستة السي فود الرائعة جدا والحلوة جدا. ندى سلام عليكم، ازيك؟ كويسة. عاملة ايه يا روحي؟ كويسة. قوليلي عايزاني اعمل لك ايه؟ عايزة طريقة الدونتس. عينيا الاتنين، احلى دونتس بس بعد الفاصل طبعا عشان نعمل الخضار. اي نوع خضار عندك جهزيه وتعالي نعمل باستا فيها حلوة جدا، خليكم معانا. لكم من الفاصل طبعا عملنا المكرونات بتاعتنا وفاضل لنا الخضار. شوفي اي انواع خضار انا واخده هنا في المكرونه بتاعه الخضار، جزر متقطع شرايط رفيعه خالص، كوسه، فلفل الوان كل الالوان بتاعته، طماطم وكمان سبانخ، بقلبهم تقليبه بسيطه من غير ما احط اي حاجه، لو حطيت بحط ملح وفلفل اسود وحاجه بسيطه خالص. كمان باخد شويه بروكلي اكون سلقاه ومقطعاها زهرات رفيعه خالص، مكرونه اللي هي السوسته طبعا تبقى معايا حلوه جدا وجميله قوي. الخضار دي مش بتاخد معايا دقيقتين على النار، بتبقى معايا حلوه جدا وتمام، مش عايزاها تتهري لاني عايزه استفيد بكل الفيتامينز بتاعتها. عندي كمان كوبايه من الخضره سواء كان بقدونس، كزبره او شبت، الثلاثه هينفعوكي. عندي افوكادو يكون مهروس ضروري جدا، والمكرونه السوسته طبعا مسلوقه. بالنسبه للصوص عباره عن صويا صوص وتوم وخل، بنزلهم عليهم على الخضار بتاعتي وهي بتتشوح اهو. عندي كمان سؤال على السجق، بياخد مده قد ايه؟ بياخد حوالي 11 دقيقه على النار ويبقى معاكي حلو جدا وجاهز. المكرونه طبعا هتلاقوني انا بعملها وبشتغل فيها، الباستا بالخضار نازله عندكم هفكركم، عندنا فلفل الوان، جزر، كوسه، وكمان عندي السبانخ متقطعين جوليان يعني رفيع جدا، شرايط رفيعه خالص، بحطهم مع شويه زيت زيتون، بحط عليهم ثوم وصويا صوص وخل وطماطم شاري طبعا صغيره، ممكن استبدلها بطماطم كبيره، واقلبهم تقليبه كده. بكون محضره المكرونه بتاعتي تكون مسلوقه، واكون محضره الافوكادو واكون هرساه، ويكون عندي كوباية كزبرة أو بقدونس مفرومين اللي هي حلوة جدا وبتديني طعم رائع. خليني أجرنش بيه، وتبقى الباستا بتاعتي خلصت في خلال حاجة بسيطة، يعني هي 20 دقيقة بتاعت السلق وثلاث دقايق على النار كده بالشكل ده وخلاص. على كده هاخدها، والبروكلي طبعا هو مسلوق اوريدي جاهز، يعني احنا مش بنحتاج نقعد لسه هنسلق فيه او نشوح فيه، لا خديه مسلوق اسلقيه على طول وقطعيه زهرات زغنطوطه بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده اهو اهو اهو. بس كده بنخلط كل المكونات مع بعضها. منمن سلام عليكم. عامله ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم، زي حضرتك؟ زي حضرتك عامله ايه؟ انا الحمد لله زي الفل، يا رب تكون عجبتكم بس ده بالدنيا كلها. تمام. بقول لحضرتك يا جميلة، انا كنت عايزاكي تعملي اكلات بالفريك. عينيا الاثنين، ده انا عاملك حلقه مخصوص للفريك بس من عيوني. بس كده وبنقدم الطبق بتاعنا الرائع النهارده كان للباستا بس. اتمنى انه يكون نال رضاكم. طبعا الباستا دي بس للتوضيح تقدم ساخنه مش بارده خالص، بس في نفس الوقت ينفع ناكلها بارده، بس هي حلاوتها في انها تبقى سخنه صراحه كلها. بس كده خلصنا، نغرف الطبق بتاعنا وافكركم بالمكرونات اللي عملناها. عملنا اول واحده بالسجق بتبقى حلوه جدا، سباكيتي بالسجق بتبقى رائعه جدا وحلوه قوي، قلنا ان السجق هو سوسيس في المغرب. كمان بياخد سوا بتاعه 10 دقائق ل 11 دقيقه الماكسيموم اقصى حاجه يعني،
وبناخد ونقدمه على طول، بنزينه شويه بارميجان وخلاص على كده. عندي كمان الفتوتشيني بالجمبري، رائعه جدا وحاجه من الحاجات صراحه يعني التي لا تقاوم. بتعملوا فيها ايه؟ هي كده صحيه جدا وحلوه جدا وتجنن وطعم بصراحه لا يقاوم. باستا اللي عندي هنا بالتشيكن برضو من الحاجات الحلوه قوي واللي برضو تجنن قوي قوي قوي، بنعملها وعايزين ناكلها على طول كده بناكلها، عايزين ندخلها الفرن بندخلها الفرن براحتنا على الاخر ونقدمها وناكلها تبقى حلوه جدا. باستا الخضار دي حاجه من الحاجات الصحيه واللي تجنن واللي تحفه بجد، يعني بمعنى تحفه، بتبقى حلوه قوي وجميله جدا برضو. خضره خضار وتنفع طبعا صيامي، هي والجمبري الاثنين ينفعوكم صيامي. بس كده دي كانت حلقتي، بحبكم قوي، اشوفكم على خير، حلقه جديده من بصحه وراحه. باي باي.